طلبة الصف السادس العلمي الفرع الأحيائي. اليوم إن شاء الله واحد من الفصول المهمة جدا اللي هو الكيمياء العضوية، وهذا فصل تنفرد فيه الأحيائي دون التقبيل. هذا الفصل موجود بالأحيائي دون التقبيل. أخذنا تسمية الألكانات، شلون نسمي الألكانات؟ هل راح ناخذ بعد سؤال آخر حتى نذكركم بيش. السؤال الأول اللي هو سمي المركبات التالية وفق نظام آيوبك. هذا هو النظام، المركب الأول CH3 CH2 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 Br. ثاني هاي عندنا خمس مركبات عضوية، ويقول سمي المركبات التالية وفق نظام آيوبك. احنا قلنا شلون نسمي المركبات العضوية اللي بعدها الان احنا بالألكان. الجواب اولا لازم الطالب ينتخب اطول سلسلة مستمرة من ذرات الكربون. انتخاب اطول سلسلة مستمرة، السؤال ما المقصود باطول سلسلة مستمرة؟ الجواب أطول سلسلة هي الحاوية على أكبر عدد من ذرات الكربون. أطول سلسلة اللي بيها أكثر عدد من ذرات الكربون. قد تكون السلسلة متفرعة، قد تكون السلسلة مستقيمة، وهكذا. إذا من أجي على المركب الأول، الجواب المركب الأول. إذا أطول سلسلة مستمرة هي أما هاي أو هاي. هاي بيها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. من يكون عندنا أكو أكثر من احتمال للسلسلة المستمرة، دائما نختار المستقيمة. إذا السلسلة أطول سلسلة مستمرة هي هاي. هاي أطول سلسلة مستمرة من ذرات السي. أي شيء خارج عن السلسلة، طالع عن السلسلة، يمثل لي تفرع. نلاحظ المركب عبارة عن تفرع. التفرع الأول هو مجموعة ألكيل اللي هو مثيل. التفرع الثاني اللي هو هالوجين. قلنا من يكون عندنا مجموعة ألكيل وهالوجين نسمي الهالوجينات قبل مجاميع الألكين.
إذا راح أبدي أرقم السلسلة، راح أبدي أرقم السلسلة من هذا الطرف. إذا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. من نريد نسمي التفرع لازم نذكر رقم ذرة سين متصل أو المرتبط فيها التفرع. إذا هسه البي آر متصل بذرة سين رقم واحد، إذا هذا هو الواحد. بين الرقم والاسم نخلي شارحة، اسم التفرع واحد بروم. احنا قلنا الهالوجينات تسمى على وزن هالو، بروم برومو، كلور كلورو، يود يودو، فلور فلورو، وهكذا. اذا واحد برومو. التفرعات خلصت لو بعد لازم بالبداية نسمي التفرع. دش عندنا تفرع آخر اللي هو مثيل موجود على ذرة سي رقم أربعة. إذا أربعة دش مثيل. آخر شيء أحسب كم ذرة سي بالسلسلة. منو اسم الألكان اللي يقابل خمس ذرات سي؟ بين تام. إذا بين فالمركب هو واحد برومو، أربعة مثيل، بين تام. ثانيا نفس الحالة ننتخب أطول سلسلة مستمرة، والظاهر من خلال المركب أن أطول سلسلة مستمرة هي إذا هاي هي أطول سلسلة مستمرة من ذرات الكربون. اختارينا أطول سلسلة من ذرات الكربون. اللي طالع عن السلسلة شو يمثل لي؟ تفرع. هنا عدد التفرعات ايش قد؟ أربعة. التفرعات كليتها متشابهة. قلنا إذا عندنا ذرة سي، هسا الطالب لازم يرقم السلسلة. طالما عدد التفرعات القريبة لهذا الطرف يساوي عدد التفرعات القريبة لهذا الطرف، فالطالب مخير بالترقيم من أي الأطراف شاء. إذن أنا راح أبدأ أرقم منها واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هالساعات راح نبدأ بربر ذرة الكربون رقم اثنين عليها تفرعين متشابهين. إذا الذرة الوحدة عليها تفرعين متشابهين، متشابهين لازم، يعني هسه اذا نشيل السي اتش 3 منها ونخلي مكانه غير تفرع غير مجموعه، فبهاي الحاله ما راح اكرر رقم الذره. رقم الذره اكرره من يكون عندنا كم تفرع عليها؟ اثنين، ولازم شو يكونون؟ متشابهين. اذا عندنا اثنين فارز، اثنين دائما بين الرقم والرقم نخلي فارز. طالما التفرعات الاخرى اللي موجوده هي نفس هاي التفرعات استمر. فارز خمسه، فارز خمسه. ليش استاذ هالشكل سويت؟ الجواب لانه كل التفرعات شنو؟ متشابهه، لذلك كلها جبتها شنو؟ في اسم واحد. هسه راح انطي اسم التفرع. اسم اذا لازم دش. عدد التفرعات ايش قد؟ اذا لازم نجيب لفظ رباعي. اذا رباعي. اسم التفرع منهم؟ اذا مثيل. اخر شيء انطي اسم الالكان المقابل لعدد ذرات سي بالسلسله. عندنا كم ذره سي بالسلسله؟ سته. اذا اسم الالكان اللي يقابلهم هو هكسان. المركب الثالث. هذا هو المركب الثالث. اول سلسله مستمره واضحه هي المستمره. اذا هاي هي السلسله. الطالع عن السلسله تفضل. من اريد ارقم السلسله عندنا بالمنتصف، يعني بمنتصف السلسلة تفرعين، بس هذا الطرف قريب إلى شنو؟ لذلك أنا راح أبدأ الترقيم من هذا الطرف.
واضح؟ إذا واضح؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. كل التفرعات شبيهة متشابهة. إذا ما راح أسميه اثنين فارق. ذرة سي رقم ثلاثة عليها تفرعين متشابهين واللي هو نفس التفرع اللي موجود على اثنين، إذا ثلاثة فارزة ثلاثة. عدد التفرعات ثلاثة، إذا ثلاثي. اسم التفرع شنو؟ مثيل. اسم الألكان المقابل لعدد ذرات سي، إذا بن. أربعة. هذا هو أطول سلسلة مستمرة. انتبهوا علي، ديروا بالكم بها. هذا ما يعتبر كربون، هذا كلور. إذا عندنا عدد التفرعات أو عفوا عدد ذرات سي بالسلسلة المستقيمة هي ايش قد؟ هي خمسة. إذا أطول سلسلة مستمرة من ذرات سي هي هذا. هسه راح أبدي أراقب السلسلة. هذا الطرف قريب إلى تفرع، وهذا الطرف قريب إلى تفرع واحد. لذلك راح أراقب السلسلة من الطرف الأقرب للتفرعين. إذا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. راح أبدي أسمي. نسمي الهالوجينات قبل مجاميع الألكين. إذا عندنا ذرة سي رقم اثنين عليها تفرعين طالما مشابهات، إذا أكرر رقم الذرة اثنين فارزة اثنين. هسه مو أقول بعد أربعة، مو ليش ما أقول أربعة؟ لأنه التفرع اللي موجود على ذرة سي رقم أربعة يختلف عن التفرعات الموجودة على ذرة سي رقم جد رقم اثنين. إذا من راح أبدي أسمي البروم قبل الكلور، لأنه حسب التسلسل الأبجدي البي قبل السي. إذا اثنين داش ثنائي برومو سميناه داش. أربعة داش كلورو اسم الألكان المقابل لعدد ذرات سي بالسلسلة، هو بالثانية هي خمس ذرات. الخامس اللي هو اكو تفرع بيلوما. اذا بده يكون عندنا مركب ما بي تفرع، اذا هذا المركب هو الكان لو الكين لو الكاين. الجواب الكان، لانه الاصره اللي موجوده هي اصره منفرده او اصره احاديه. بس من اريد اسمي طالما ما عندنا تفرع، اذا شو نجيب؟ نون. نون يعني جماعه طلاب المتميزين نكتب النون باللغه الانجليزيه من كلمه نورمال او نيتشرال، معناه طبيعي. طبيعي يعني ما بي تفرع. اذا النون كم ذره سي عندنا من المركب؟ عندنا سبعه. اذا المركب هو نون بين النون وبين الاسم داش ه، لانه المركب اللي فيه سبع ذرات سي هو هبتون. واضح؟ واضح؟ ملاحظه. هسه تلاحظون نعطينا مركب شرايد اسم المركب. الاسلوب الاخر اللي هو اكثر ورودا بالوزاره من هذا، ينطيني الاسم يطلب الصيغه التركيبيه او البنائيه للمركب، يعني بالعكس. اذا الملاحظ اذا اعطى في السؤال اسم المركب العضوي وطلب كتابة الصيغة التركيبية أو البنائية للمركب، اتبع معي.
راح يكون النمط الثاني بسيط جدا، يختلف عن النمط الاول. راح يعطيني اسم المركب، ايش يطلب من عندنا؟ يطلب من عندنا كتابه شنو الصيغه التركيبيه او البنائيه المنلي السبع ما يلي. اول حدد اسم الهيدروكربون الموجود في المركب. من الهيدروكربون؟ هسه لو نجي على الاول، الهيدروكربون اللي موجود هنا منو؟ 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 بنتان وهب. اشوفه من الهيدروكربون، سواء كان مشبع او غير مشبع. هسه احنا موضوعنا الالكانات اللي هي عباره عن هيدروكربونات مشبعه بسبب احتوائها على العاصره المنفرده او العاصره الاحاديه اللي تكون عاصره قويه تحتاج الى طاقه عاليه جدا لكسر. ثانيا ارسم سلسله من ذرات سي حسب الهيدروكربون. اشوف هذا الهيدروكربون بكم ذره سي؟ خمسه ارسم خمس ذرات سي، سته ارسم ست ذرات سي، وهكذا. ثلاثه رقم السلسله الكربونيه من اي الاطراف تشاء. ارقم السلسله الكربونيه من اي طرف؟ اريد من الطرف الايمن، اريد من الطرف الايسر. اربعه وزع التفرعات حسب مواقعه اللي موجود. اذا قبل التفرع اثنين، اذا هذا التفرع موجود على ذره سي رقم اثنين، وهكذا. سؤال: ما الصيغ التركيبيه او البنائيه للمركبات التالية؟ أولا، اثنين ثنائي مثيل بيوتان، ثانيا واحد كلوروبروبان، ثلاثة اثنين اربع ثلاثي مثيل هكسان، اربع اثنين برومو اثنين مثيل انت. هذا هو السؤال. إذا تلاحظون نعطينا أسماء مركبات. إيش طالب من عندنا؟ كتابة الصيغ التركيبية أو البنائية. بابا هذا الأسلوب يكون أبسط من هذا الأسلوب بكثير. الجواب: أولاً نباوع على المركب. أول ما أجي أباوع على الهيدروكربون اللي موجود بالمركب اللي هو منه البيوتان. طالما بيوتان، اذا راح نرسم ذا شنو سلسله مستمره من ذرات السي حسب العدد اللي موجود وين بالبيوتان. البيوتان عندنا اربع ذرات سي، اذا واحد اثنين
ثلاثة أربعة. ثانيا بعد ما حددت الهيدروكربون ورسمنا السلسلة، الرقم السلسلة من أي الأطراف لنا، أريد رقم منا منا كيف؟ إذن واحد اثنين ثلاثة أربعة، رقمناها للسلسلة. هسه بيجي نتفق دي يقول اثنين فارز اثنين ثنائي مثنين، يعني ذرة سي رقم اثنين عليها تفرعين منهما مثنين. إذا هاي ذرة سي رقم اثنين، معناه هنا عندنا مثنين وهنا عندنا مثنين. بعدكو تفرعات؟ ماكو تفرعات. إذا ماكو تفرعات ذرات السي اللي بقت شو أسوي لها؟ أوزع لها ذرات هيدروجين، واعتمادا على تكافؤ الكربون اللي قلنا تكافؤ الكربون في جميع المركبات العضوية هو رباعي التكافؤ. إذا أنا بينت أن الأصل عبارة عن مزدوج الكتروني للتوضيح. إذا هاي ذرة سي تحوي كم الكترون؟ واحد. إذا حتى تصير رباعية تحتاج كم ذرة أج؟ ثلاثة. تكافؤ الكربون هنا واحد اثنين، حتى يصير ثناء رباعي التكافؤ يحتاج ذرتين. كربون هنا الكترون واحد يحتاج ثلاث ذرات. هاي ذرات الاج تريد توزع هالشكل، تريد تنزلها مثل ما نزلتها، انت مخير. وهاي هي الصيغه التركيبيه لهذا المركب. واضح؟ 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 ثانيا اللي هو واحد كلورو بروبان، ما له شغل بالتفرع. من الهيدروكربون كم ذرة سي؟ إذا هذا هو أرسم سلسلة كربونية فيها ثلاث ذرات سي وأرقم واحد اثنين ثلاثة. كيف؟ تريد واحد اثنين ثلاثة أنت بخير. دي يقول واحد كلورو، إذا هذا تفرع. إذا طالما واحد كلورو يعني وجوده على ذرة سي رقم. بعد ماكو تفرع اذا هذول لازم اوزع لهم ذرات. اذا هنا تكافؤ الكربون واحد اثنين فيحتاج ذرتين. واحد اثنين فيحتاج ذرتين حتى يصير رباعي. واحد فيحتاج ثلاث ذرات. وهاي الصيغه التركيبيه او البنائيه لواحد كلورو. ثلاثه يقول اثنين اثنين أربعة ثلاثي مثيل. إذا من الهيدروكربون هنا كم ذرة سي؟ ستة. إذا نرسم سلسلة كربونية فيها ست ذرات. والرقم السلسلة من أي الأطراف؟ أنا صار عندي مركب يا رقم من اليمين، هالمرة راح أرقم من اليسار، أنت بكيفك. تريد من اليمين تريد من اليسار، أنت مخير. إذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست ذرات سي. هسه راح أجعل التفرع. يقول اثنين اثنين أربعة. اثنين اثنين أربعة معناه طالما موجود عندنا ثلاثي يعني ذول التفرعات الثلاثة كليتهم الشابات اللي هم عبارة عن فذرة سي رقم اثنين عليها اثنين مثنين. شلون عرفنا عليها اثنين مثنين؟ لأن نكرر رقم الذرة رقم اثنين. نفس التفرع وين موجود؟ على أربعة. هسه ذرات سي اللي بقت شو وزع لها؟ ذرات هيدروجين اعتمادا على تكافؤ
كربون اللي هو رباعي التكربون، واحد فيحتاج ثلاث ذرات اثنين فيحتاج ذرتين H، واحد اثنين ثلاثة فيحتاج ذرة H، واحد اثنين فيحتاج ذرتين H، واحد اثنين ثلاثة أربعة ما يحتاج أي ذرة H، واحد فيحتاج ثلاث ذرات هيدروجين، وهاي هي الصيغة التركيبية أو البنائية المركبة. حتى أني ليس عندكم التباس بين المركبات، راح اخلي فواصل بيناتهم حتى كل مركب تعرفوه هو منو. اذا هذا هو المركب الثاني وهذا هو المركب الثالث. راح تجي للمركب الرابع، اثنين برومو اثنين مثيل منو؟ اذا طالما بنتان يعني خمس ذرات سي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هاي خمس ذرات سي، أرقمها من أي طرف أنا أختار، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ده يقول اثنين برومو اثنين مثيل، يعني ذرات سي رقم اثنين عليها كم تفرق؟ الأول منه والثاني؟ إذا هذا ذرة سي رقم اثنين، الأول بي آ والثاني مثيل. ذرات سي الباقية أوزع لها ذرات، هاي حصتها ذرات، هاي الموجودة خطية، ذول اللي يبقون بواحدهم نعطيهم ذرات هش. حتى واحد ينصف بيناتهم يقول خطية خلينا نخليهم ذولا هالشكل. إذا عندنا هذا واحد فيحتاج لثلاثة، هذا عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة ما يحتاج، واحد اثنين فيحتاج لذرتين هيدروجين، واحد اثنين فيحتاج لذرتين هيدروجين، واحد فيحتاج لثلاث ذرات هيدروجين، وهذه هي الصيغة التركيبية أو البنائية للمركب العضوي. واضح؟ واضح لو مو واضح؟ واضح. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم من دروس مادة الكيمياء العضوية للسادس.